بسبع وجوه جديدة، الأهلي يصالح جمهوره بقمة الدوري. تمكن النادي الأهلي من حصد 3 نقاط هامة خلال مشواره في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، بعد أن تخطى نظيره مصر المقاصة ب2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بوتسبورت بالجولة 28 من عمر الدوري. جميل جميل جميل، حلوة حلوة. وسجل حمدي فتح الهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق كرة رأسية، قبل أن يضيف وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 82 عن طريق رأسية أخرى، واختتم جون أنتوي التسجيل ويسجل في اللحظات الأخيرة عن طريق رأسية من داخل منطقة جزاء الأهلي. مرة تانية السولية مع حمدي فتحي. وكان المدرب الأوروغواني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد أعلن بدء مباراة اليوم بسبع وجوه لم يبدأ بها لقاؤه الأخير أمام سان داونز، وهم ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، حمدي فتحي، صالح جمعة، حسين الشحات، وليد أزارو. ليكون التشكيل كالتالي: حارس المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، خط الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، حسين الشحات، جونيور أجي، خط الهجوم وليد أزارو. وتميز أداء الأهلي اليوم بالنظام مع الجانبين الهجومي والدفاعي إلا بعض الكرات في الشوط الثاني التي شكلت خطورة على مرمى النادي الأهلي. وخلال مباراة اليوم أضفى وجود صالح جمعة جانب من الخطورة على مرمى المقصة، فتمكن صالح من صناعة عدد من الفرص للنادي الأهلي عن طريق تحركاته المميزة. واعتمد النادي الأهلي اليوم على التنويع بين التوغل من عمق الملعب بالإضافة إلى الكرات العرضية التي نفذها الظهيرين بشكل مميز، ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 58 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك الذي سيواجه المصري غدا، وتجمد رصيد المقصة عند 40 نقطة في المركز الخامس. ويوسع الفارق عن أقرب أجنبي سجل. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.